صباحكم موضة. اليوم دخلت الملابس الرياضية صيحات موضة 2016، فمعظم دور الموضة ومصمموها اتجهوا إلى تصميم الأزياء المعاصرة ولكن بالطابع الرياضي. عمر، أكيد. وطبعا للحديث عن موضة الملابس الرياضية تنضم إلينا خبيرة المظهر ميمي رعد. مرحبا فيك. صباح الخير. لك اشتقنا كمان. طيب ميمي، بسألك في البداية عن موضة إدخال الملابس الرياضية على الملابس الفاشن. صح. هلأ كلنا بنلبس كل الوقت ملابس رياضية لنروح على الجيم، في عندها يعني مهمة خاصة بس إنه نروح على الجيم. هلأ صلنا بركي سنتين عم نشوف هالملابس الرياضية صارت دخلت بحياتنا اليومية، والسيدات أكتر من الرجال بيضلوا لابسين ملابسهم لما بيروحوا على الجيم صباحا خلال كل النهار، يعني بيروحوا على شغلهم برجعوا بيظهروا المساء لابسين هالملابس الرياضية. هالملابس الرياضية صار عندها ما بقى اسمها هيك بكل سخافة ملابس رياضية، صار اسمها أتليجر، يلي هي عم نجمع بين أتليتيك وليجر، يعني شيء له علاقة بالرياضة ونفس الوقت ليجر يعني تسلية. والشيء المختلف بهالملابس الرياضية مثل من زمان للجينز، للجينز أول شيء كنا نلبسه بالويكند بالزمان، عم بحكي زمان 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 بزمان زمان كانوا كونستراكشن وركرز بس يلبسوه. رجع هالجين صار عنده طابع لوكجري وصرنا نشتري الجينز باسعار كتير غاليه، وصار قطعه اساسيه مع كل اللوكجري براندز. نفس الشيء عم بيصير بالملابس الرياضيه. الملابس الرياضيه كمان دخلت بعالم المصممين، والمصممين زادوا على مجموعاتهم كولكشن خاصه بالملابس الاكتيف وير اذا بدنا نقول، او اخذوا بعض الملابس، يعني بده يكون سويتشيرت بده يكون سنيكرز، مثل ما انا لبس اليوم انا لبس سنيكرز لاحد المصممين يلي كمان صار عنده لاين خاص فيه، وعطوهم طابع لهم، يعني في مثل رح نذكر اسامي مثل شانيل، الكساندر وانغ، راف سيمونز، جيريمي سكوت، يعني وكل هالديزاينرز مش بس عندهم هن بالمجموعات صار شيء له علاقة بالرياضة، عملوا كولابوريشنز مع براندز لها علاقة بالرياضة مثل نايكي واديداس، وعملوا كولكشنز خاصة فيهم وأسعارهم طلعت كتير. معلش ميمي، على سيرة الكولابوريشنز، هل وجود مثلا زي ريتا أورا وريهانا كلهم كمان دخلوا وبيونسي دخلوا هذا الخط، هل ساعد على انتشار لأنه الموضة؟ أخذوا يعني هو كمان بالآخر مثل في علاقة رايحة وجاية بين لقلك كيف هالملابس الرياضية، ما كمان الديزاينر سوحوا من الشوارع لأنه أغلبية الشباب بالشوارع عم نحكي بأمريكا أكتر شيء بيكونوا لابسين هالملابس، أوكي إنه hanging cool with the guys، أوكي سو اخذوا استوحوا منهم وعطيوهم طابع اخر لحتى حتى كمان بنوعيه القماش، مشان هيك طلعوا اسعارهم هالقد. والمشاهير يعني مثل ما عم نحكي بيونسي مثلا هلا عند توب شوب صار في الكولكشن تبعولتها الخاصه عند توب شوب، بالاخر هالسليبرتيز هن كمان مشهورين عند الماس، عند المجموعة الكبيرة يلي بتجيب كمان زباين جديدة لهالديزاينرز يلي بكي ما كان عندهم ياهن، وهن بنفس الوقت هالمصممين عم بيغروا الزباين يلي اوريدي عندهم بشي جديد. هلا كيف بدنا نلبس هال مثلا هالملابس موجودة فينا نقول أكتر شيء بنيويورك بلوس أنجلوس بيلبسون كتير بالشوارع وبالجيم بالمكتب، عم يشربوا قهوة بمحل بمطعم بيضلوا لابسين هالملابس. بباريس مش موجود هيدا الشيء، يعني بباريس بس كمان بيوروب أقل من تواجدهم، إنما موجودين طبعا. كيف حتى نلبسهم فينا ندخلهم، ما ضروري نلبس تو بس لك عند الموضوع كيف يتم عملية صح. تنسيق الألوان هلا يلي عم نشوف صح يلي عم نشوفه مثلا عمر بتشوف أنت مودلز لابسين بيطلع شو ما بيلبسوا المودلز بيطلع حلو عليهم يا زلمة والله حرام نحن كيف بدنا نعمل لحتى نكون على الموضة لابسين هالأتليجر بس بنفس الوقت كمان نكون مرتاحين ما نحس حالنا كثير غريبين. اهم شيء انه ما نكون لابسين كل شيء كل وقت اسود، لانه احنا ببالنا انه نلبس ملابس الرياضيه بتكون مثلا سوداء او رماديه. الشيء الجديد دخل طبعات
صار في كل 3 اشهر بيتغير الكولكشن. سو لازم نكون عندنا الجرأه انه نلبس الوان، اوكي، نلبس قطعه او قطعتين الى علاقه بالملابس الرياضيه. مثلا انا اليوم لابسه البنطلون الرياضي، اوكي، بس بتحطي له حتى تبقي مثلا مهيره على الموضه وتضلك حاسه انه فيك تروحي كل النهار مثلا ستره فتد على قد جسمك من الجلد او من الجينز زي ما انت لابسه، مثل ما انا لابسه، او منحط سكارف، او ضروري تكوني حامله جزدين ديزاينر لحتى ما تكوني يعني. لا هون تخرب. لازم تكوني حتى باك باك، تكوني حتى نظارات هيك كمان ميروار مثلا مرايه عندها ايفكت مرايه. ماكسيموم كم قطعه رياضه في اللبس الواحده؟ ماكسيموم 2. وقتك تلبسي بدل مثلا مع البنطلون الرياضي فيك تلبسي حذاء عنده كعب زي ما شايفين في الصوره، مثل ما عم نشوف بالصوره. دائما يكون في، بس اهم شيء انه ما يكون عندنا توتال لوك رياضة. هلا الا اذا بتكوني بالعشرين وبالنازل هيدا الشيء مسموح، انما لحتى تكفي نهارك وتكفي فيه على الشغل وهلا لازم بهالطريقه ينلبس. ودائما ما كثير ندخل الالوان، يعني هلا كثير دارج بالملابس الرياضيه انه يكون في الوان صاخبه، ما ضروري نزيدها، يعني قطعه وحده يكون فيها. اذا كنا لابسين ليجينجز، هلا في كثير ليجينجز كثير دارجين، مش بس الملابس التراك بانس العادي، ليجينجز يعني اللي بيكون ضيق ضيق، ضروري مثلا لما نلبسه ننتبه انه قماشته تكون بروفيشنال، هذا اللي عم بقوله، بتكون مش هيك بندفع حقها بركي اغلى، لانه احسبي اذا السيده وطت او عم تتحرك ما يصير القماش يمط ويبين الجلد او شو لابسه تحت هالليجينجز. يعني هاي التفاصيل كثير مهمه. والشيء الحلو بهالملابس انه ما بنعرق فيها لانه مشتها معموله خصوصي للرياضيين، ما في روايح، سو مشان هيك بنضلنا مرتاحين انه لابسينهم كل الوقت. الموضه حصريه للنساء ولا ممكن الشباب يلبسوها؟ سؤال لعمر. حلو حلو، هنيك اوكي عمر وكل الشباب عم يحضروا. لا اكيد موجوده للرجال، انما هن يعني لعند الرجال انا بلاقي شوي لازم ينتبهوا اكثر، لانه كمان الرجال اهين لهم انه يلبسوا سنيكرز والجاكيت بانت ويحطوا مثلا سويتشيرت. هيك بدنا نروح بس على الجيم. اذا بدنا نلبس هيدي الملابس لحتى نكون نكفف انهارنا فيها، مثل نفس الشيء للسيدات، يعني نلبس مثلا جاكيت جينز مع تراك بانت ونحط لوفرز باجرنا، او اذا بدنا نلبس سنيكرز باجرنا، ما ضروري يكون السنيكرز يلي بنعمل فيه الجوجينج او بنعمل فيه الرياضه، فيها نشتري سنيكرز فاشنبل سنيكرز. كيف طيب؟ يعني اديداس ممكن بس اديداس، بس يلي عامل كولابوريشن مع ديزاينر، يعني مع نفس اللي انت لابساه اكيد مش رح تروحي فيه على الجيم. هيدا منه صالح اعمل فيه رياضه، بس هيدا صالح امشي فيه ويكون كمان مريح بنفس الوقت، بس مش للرياضه، بس لحتى الواحد يمشي يعني يقضي نهاره فيه. يعني بهالطريقه بيقدروا الرجال، وضروري كمان للرجال يكون كمان في عندنا اكسسوارز لذيذين، مثلا بيقدروا يحطوا بركه سوار من الجلد بايدهم، إذا بيكونوا مرتاحين يحطوا سكارف على رقبتهم، سو بضل بنفس الوقت بيكون. هلا إذا فينا نحط، إذا بدنا بعد قطعة وحدة كمان للنساء والرجال، هي السويتشيرت مع الهودي بس نلبسها مثلا تحت بليزر. حلو، إذا جرأنا. خبيرة المظهر ميمي رعد، شكرا جزيلا لك، تحدثنا عن الملابس الرياضية في أزياءنا اليومية.